حسيت ان نظري بيضعف، فروحت للدكتور بكشف كده، فقال لي انت خلي بالك هتعمى، الحق نفسك. بقالي 40 سنة في المهنة، يعني متعلمها وانا عندي 10 سنين، اخويا علمني وفهمها لي صح. يعني كنت بدرب نفسي ان انا هشتغل من غير عينيا، يعني من غير ما اشوف، يعني اربط عيني واشتغل، اغمي نفسي واشتغل، بحس خلاص انا دي المرحلة اللي انا داخل عليها، مرحلة العمى. بحس بأي حاجة، والسمع لازم اسمع دقة ايدي، دقة الشاكوش، قطعة المنشار، بعرف كنت ماشي غلط او صح. يعني سلاحي مش شرط يكون السلاح اللي بحارب بيه، ممكن السلاح اللي انا بشتغل بيه، يعني بدافع بيه عن نفسي، حاجتي عدتي. انا بعتبر عدتي دي زي السلاح اللي انا كنت بستلمه في الجيش عشان ادافع عن الوطن. بالنسبة لي الحمام غيتي، أنا أحب أسمع صوت الحمام، أحب أسمع صوت الطيور. في عز النوم والزغاليل حسيت إنها جعانة، بقوم أكلها، ما أقدرش، طير أخرس، مش هيطلب. فأنا يعني بحس بيه، أنا نفسي الشقة من اللي هي الجداد دول اللي بتاعت كراسة الشروط والحاجات دي، أنا معرفش الخطوات إزاي، بس انا سمعت ان الرئيس عامل شقق للناس يعني، فانا عايش شقه لان انا شقتي صغيره جدا.